محورت أيضا عملية التحول الرقمي لإدارة الضرائب حول وضع منصة رقمية مخصصة لاقتناء قسيمة السيارات عبر الإنترنت. يعني إن شاء الله dans les prochains jours la vignette auto ça sera donc sera acquise par inter par à distance donc par voie donc électronique. إجراء التسجيل عبر الإنترنت للحصول على رقم التعريف الجبائي للنيف. Donc ça se fait également par internet désormais. تطبيق على شبكة الإنترنت يتيح لهيئات المؤهلة المصالح المرخص بها أو لها للبنك الجزائر الجمارك والإدارة المكلفة بالتجارة الاطلاع عن بعد على قاعدة بيانات البطاقة الوطنية لمرتكبي أعمال الغش ومرتكبي المخالفات. يعني لفيشي فرودور est mis à la disposition de l'ensemble des services des douanes et bien sûr et de la Banque d'Algérie et les autres services également. مجموعة برمجيات التسيير متكاملة تدعى معلوماتيك مخصصة لمعالجة الاستغلال التلقائي للمعلومات المفيدة للتقييم الوضعيات الجبائية للمكلفين بالضريبة المتدخلين في المجال التجاري. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.